بسم الله الرحمن الرحيم. الايفون 14 نزل قبل شهرين تقريبا، وبدأت الأخبار تتسرب عن الايفون 15 واللي راح يجي بعشر مميزات جديدة، بعضها كنا ننتظرها من فترة. فقبل نعرف العشر مميزات هذه، أتمنى أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة، لأنه بإذن الله الشهر هذا راح أنزل فيديوهات ممكن فيها معلومات مهمة. أول حاجة راح تغيرها أبل هو التسمية، فراح يكون في عندنا ايفون 15، ايفون 15 بلس، وايفون 15 برو، لكن ما راح يكون عندنا ايفون 15 برو ماكس، أبل راح تسميه ايفون 15 الترا. الحاجة اللي بدأتها أبل السنة هذه انه اللي أجهزة ما هي برو راح تجي بمعالج السنة اللي راحت، فراح تستمر أبل على هذا النهج. فالايفون 15 اللي ما هو برو راح يجي بمعالج السنة هذه اللي هو A16، والبرو راح يجي بمعالج جديد اللي هو A17، واللي راح يجي أفضل وأسرع وأفضل باستهلاك البطارية. الحاجة الجميلة انه كل الموديلات راح يكون فيها الديناميك ايلاند او الجزيرة الديناميكية، فما راح تختلف الاجهزة من الجهة الامامية مثل ما هو موجود في الايفون 14 حاليا، ان البرو هو اللي يجي بواجهة مختلفة عن الاجهزة الباقية. والحاجة اللي كنا ننتظرها من زمان هي دعم اليو اس بي سي، فاخيرا ابل راح تدعم اليو اس بي سي. طبعا ما هو حبا فينا، بسبب انه الاتحاد الاوروبي فرض عليهم انهم يستخدمون اليو اس بي سي، ففي مقابلة مع المدراء التنفيذيين في أبل لما سألتهم المذيعة متى راح تنتقلون اليو اس بي سي وأنه هل الاتحاد الأوروبي راح يأثر عليكم، ذكروا أنهم they will have to comply، يعني لازم أنهم يلتزمون بالأوامر. فأكيد أنه أبل راح تنزل الآيفون بيو اس بي سي، ولو ما نزلتها ما راح تقدر أنها تبيع في أوروبا بداية من 2024. لكن الاختلاف راح يكون في سرعة النقل، فكل المنافذ راح تكون بشكل يو اس بي سي، لكن اتوقع ان سرعه النقل في النمبرو راح تكون بسرعه اليو اس بي 2 اللي هي 48 ميجا. الالترا ممكن يدعمون ثندر بولت وتوصل السرعه الى 40 جيجا، فتقريبا زياده 83 ضعف، فممكن انهم يلعبون في السرعه في البرو والعادي. الالترا احتمال انه يدعم تصوير ال 8K، ما اعرف من اللي يصور 8K، حتى الان موجود عندنا 4K وقليل اللي يعرفهم يصورون فيه لانه يستهلك مساحه. من المتوقع ايضا البطاريه في الالترا راح تكون هي الافضل، راح تكون افضل بثلاث واربع ساعات من باقي الموديلات، واكيد راح يكون فيها تحسين بطاريه بسبب تحسن المعالج. ومن الاشياء اللي من المتوقع انه ابل تقدمها في الالترا انهم راح يستغنون عن الازرار الميكانيكيه لرفع وخفض الصوت، فراح يستبدلونها باللي هو الهابتك تاتش، مثل زر الهوم اللي كان موجود في الايفون 7 والايفون 8 والايفون اس اي، انه مجرد ان تضغط عليه راح تحس بهزه كانك انت ضاغط. فبالتالي يقولون انه الالترا راح يكون فيه ثلاث تابتك انجن بحيث انه يعطيك الهزه هذه لما تجي تغير الصوت. وطبعا لانه الالترا احتمال انه يجي من التيتانيوم، فاكيد انه سعره راح يكون اغلى. فالمتوقع انه راح يكون سعره اقل او عفوا اكثر ب $200 من البرو ماكس، احتمال انه يبدا من $1200 اشك، لو كان من التيتانيوم اتوقع انه راح يبدا من $1300 أو $1400. الحاجه اللي اتمناها لكن ما في عليها حتى الان اي تاكيدات انهم يستغنون عن البروز اللي في الكاميرا، لما تجي تحط الايفون على الطاوله راح يبدا يهتز لانه الكاميرا فيها بروز. اتمنى انهم يرجعون لتصميم الايفون 4 لما كانت الكاميرات ما فيها اي بروز. واخيرا الايفون 15 هو راح يكون مرحله انتقاليه لابل، لانه ابل تخطط انها بعد فتره تلغي كل المنافذ او المداخل اللي موجوده في الجهاز، فاستغنت عن منفذ السماعه قبل كم سنه، قبل اكثر من 5 سنوات. السنه هذه الايفونات 14 اللي نزلت في امريكا تجي بدون منفذ شريحه، فمتوقع انه حتى منفذ الشاحن ابل تستغني عنه، وراح تعتمد على الشحن اللاسلكي ونقل البيانات لاسلكية. وبالتالي ممكن راح يحسنوا مثلا من مقاومة الماء، مثلا حتى الآن الآيفون هو مقاوم المياه المالحة، فراح يحسنوا من مقاومة الماء والغبار وغيرها من الأشياء هذه. وأيضا راح يزيد الأمان، لأنه ما في أي طريقة أنك تشبك فيه حاجة عشان توصل المعلومات اللي موجودة على الآيفون. فهذه تقريبا أهم 10 مميزات تم تسريبها حتى الآن عن الآيفون 15. يلا تقولوا لي هل أنتم متحمسين ولا لا؟ أنا متحمس لليو اس بي سي لأنه يصير معي شاحن واحد اشحن فيه الماك واشحن فيه الايفون واشحن فيه الايباد، ولو كان معي جهاز اندرويد اقدر اني اشحنه فيه. هذا اللي حبيت اوضحه، اسف اني طولت عليكم، يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.